مرحبا. عايشك؟ لاباس عليك؟ لاباس يا عايشة. تعرف عليك؟ تعرف كان الناس اللي مقيمين بالخارج. من المقيمين بالخارج. واحنا على في الايامات هذيا فما حكايه عملت شويه بوليميك، هي تذكره السفر. حتى في صفحات خاصه بتونسيين بالخارج قال لك كيفاش هكا غالي علينا برشا واحنا عندنا اربع افراد كي ما نجمش حتى نروح. يا خويا شو يقول لك؟ ساعه اولا عندهم اربع افراد، سامحني يا خويا ماشي الدنيا هذه نتاع جيبان اربع اولاد. ساعه اول غلطه عملها واحد يقرا حسابته من اللي هو عرس جيب بعد يقول يا حاكم جاو هزوني، يا حاكم جاو عاونوني، يا حاكم لازم يخمم. ما نقدر زوز نعمل زوز نعمل ثلاثه وفي البرك. هذه تحديد الناس لساعه اول. ثانيا احنا يا خويا خرج لبرا ما نعرفش عليه شيخدم. انا خرجت لبرا لاباس عليا، فهمت ولا لا؟ بنتي تقرا قرات في امريكا وتقري في الجامعه، معناتها امورنا كل الحمد لله. ولدي يخدم في الطيران، فهمت ولا لا؟ وبنتي الاخرى لاباس على برف. يا خويا لازم واحد ينظم روحه من ورطك. انا خرجت من برا حاجه حتى ما بين عينيا، ما ناخذ كان بنت بلادي بوراق ولا مش بوراق، ناخذ كان بنت بلادي باش تسترني وتفهمني ونفهمها. كي نحطهم كلثوم نسمى نفهموها، فهمت؟ فوالا شو نقول لك؟ خلينا نحكي كلهم غاليين. انا نحكي كلمة صحيح، تصفحت جريده لابريس نلقى شركه نتاع نقل البحار ما نسميوهاش خاطر واحد قال شنو 25% انخفاض في التذكره، فما منها شيء. هل الببليسيتي الكل يعملوا فيها 25 و50%؟ ما فما منها حتى في الاصل بتبيعتها من مرتفعه. نقارن انا عملوا قداش تذكره وقت شريتها السنه. قال لك المنتج جيت تكلم فيها، قلت له يا مدام راكم قلتوا 30 و45%، ما فما منها. اي نقصت، قلت له عملوا لي التذكره هذيك وفي البابور وفي وانا ومرتي وكذا ومش السوم هذا. قلت له يعني انا متمنى باش تطلع 35% ارخص، ما ثماش منها الحكايه. شو نقول لك؟ اش نحكيو برشا حاجات معك، برشا نقاط. خلينا في نقطه انك مشيت الخارج وعشت الظروف اللي مشيت فيها والخدمه اللي خدمتها وقداش منها. الور انا جيت دون الدومين ميديكال، بعت في سويسرا، بعت دوموند وخذيت فيزا بور ترافاي وخذيتهم من الامباساد سويسرا وقت اللي كانت في بورتو فرانس. وكي خلطت غادي في سويسرا استقبلتني الشيفة نتاع السبيطار، عطاوني استوديو وتليفون وهزيت 150 دينار وقتها منحة، سبقوا لي 1000 فرنس سويس ما نعرفش قد يجيو تو 3 ملايين. يعني قداش؟ والله ما نعرف، مليون ونص ولا مليون و200. حسيلو باش كونت روحي باش كمسي خلطت من تونس ما عنديش فلوس. عطاوني استوديو، معناتها ما زدتش نخدم الكل، ديجا سبقوا لي من شهرين ما بديتش نخدم. ريت الفرق. انت ما انت ككفاءه سافرت وجاتك الظروف انك تسافر ككفاءه. اليوم شباب خارج خاطر ما فد ما عندوش ما يخدم لهنا، ما ناش يمشي تشي تمرمد تشي بيت تحت قنطرة ظروف اخرى. انا اولا ساعه على الهجره نتاع التوانسه لبرا يا خويا قال الحاكم تخلفوا 600 مليون نعمل اتفاقيه مع اوروبا الاتحاد الاوروبي، كل تونسي يخدم صحه لي، اما تصب لنا 600 مليون في الكونت نتاعو قابلين انت حر. يا خويا شنو هي النزيف؟ 600 مليون على كل انسان يقرا في تونس. يا خويا خارج بتمشي انت، اعطينا السفلان الفلاني باش تخرج. غير قابلتك المانيا قايت الورقه المانيا تصب لنا 600 مليون. لما الكفاءه التونسيه يقرا في الجامعه التونسيه وفي المدرسه التونسيه ومن بعد تستفاد به دول اخرى من الاطباء المهندسين على اعلى مستوى. تجي تلوم تاع اكيد لا بصفه خاصه اكيد طبيعي. لا عندنا معامل ولا السبيطار نتاع هادي الشاكر نتاع الشنوا حاضر 3 سنين ما قدوش، المدينه الاغلبيه الغالبه ما قدوش. يا اخي ايش نقول لك؟ نحكيو من جانب الدوله كي يجوا معناها فما كونفونسيون مع دول اخرى، المفروض فما فلوس تتخذ. هذا خرج من تونس مهندس ولا ميكانيسيان ولا نابورت كوا 600 مليون الدوله تسقل وتصب 600 مليون غدوه تصب لنا الفلوس. 100 مليار دوات ساكتين عليهم، الدولة تعمل اتفاقات مع أوروبا. خرجت مرحبا بك حرية، أما احنا قريناك خويا رجعنا فلوسنا كاو. تقول لي نلقاوهم، أنا نحكيو على الشباب اللي أعطيه شي سافر لبرا، قول لي ناس شعب بيته تحت القنطرة، المهم يقولوا عاش برا. المهم فهمت عباد بالجنسية نتاعهم وفي كان فيك نعرفهم وما همش قابلينهم يخدموا، يجيبوا فرنساوي من الفرونتير وما يقدموش هو. يجي من ليون على 2 ساعات دوتوروت يجي باش يخدم في جنيف، فهمت ولا؟ وانت قاعد تبطل تاخذ شهريه حتى يقتلوا لك الذات نتاعك، يقتلوا لك الضمير نتاعك، يقتلوا لك خاطر ما عادش عم تخدم. علاش باعتقادك التونسي نسبه كبيره اليوم عشرات راهو يقابلوني يوميا يقول لي ماشي للبورت باش نستغل نلقاش فرصه. الناس قاعده تخمم، تلقى عنده 10 ملايين يمشي يحب يحرق بها. الناس عندهم الجنسيه في اوروبا ما حبوش يخدموهم.
عندي واحدة كنت نعرفها نخدم في الانتريم منبين عليها في الديكو، قلت لها كان تبعث لنا عربي ولا فرنساوي خليه يخدم عربي ولا لو قشرة بنية نخليه يكمل ميسيون تاعنا ثلاثة ومعاش نعيطولك. اوكي معاش عيطولها الديكو ولا نيمبورت كيل سوسيتي تقبلك تخدم الميسيون. بعد انت بعثت لها الكونسير قالت لي كونسير دي بيرسون بعد نبغي ما شافت يطلبوني في خدمه. كي نحكيو على موضوع الهجره طريقه معالجه البلدان الاوروبيه خاصه نحكيو على ايطاليا مثلا الملف الهجره. يا ولدي ملف الهجره انا نكلمك نعطيك هوريزوني هكا، انا هي احسن بلاصه تعجبك الكره الارضيه تونس بلادنا بطبيعة طبيعي بلادي في تونس العاصمة في تونس الكلها أنا هي أحسن بلاصة تعجبك في تونس نابل أنا لا في تونس من تونس أنا. وفي تونس هنا أنا هي أحسن بلاصة تعجبك تونس باب جديد وفي باب جديد أنا هي الحاجة اللي تعجبك الدار تعجبك دارنا بما معناه وفي دارنا الداخل مع أخوتي أنا هي البيت اللي تعجبك بيتك أنت ترقد فيها يا ولدي اقعد في دارك وقر على روحك ونحيها من بالكم على حكاية الهجرة نحيوها انساوها ظروف برشا صعيبة نسبة بطالة ما هيش صعيبة اللي يحب يخدم يخدم انت بيرسونيل مو خاطر انت ظروفك غير خاطر انت قريت ولا عملت فورماسيون ولا انت في اطار معين وكفاءه وكذا ظروفك غير راهو مش هو نفسه راهو فما ناس قرات اليوم في سنوات الاخرانيه 20 عام الاخرين قرات باك بليسيس وحايره في مصروفها نحكي تفرق راهو طريقه العلاج تفرق. كنت انا في تونس عملت الكشافه عملت المصايف وهزوني لفرنسا وهزوني لسويسرا في المصايف كل ستاج نتاع كل شو يقولوا لها فاكونس سكولير هاني عملت المودير ريدوي دي زافيون هاني عملت درسنو ولا التصوير ما نقعدش نحرك النهار كل وما نحكيلكش الخدم اللي خدمتهم ما نحكيلكش عليهم خير ترجع قدام الناس. باش نقول لك حاجه هل انت متوانسه اللي كنت تلت سنوات اللي عديتها في الخارج كنت لازم موعد ذاك لابد من موعد سنوي ترجع لتونس؟ نرجع كل عام انا حتى بلاد نرجع كان لتونس نعمل ديفواياج في العالم كل درتو اما تونس ما مسها حد. تونس كنت ديما كل شهر جويله يعرفون اختي ناصر يجي وفي الخدمه يعلقوا من شهر جانفي بور لي فاكونس ديتي نعلق انا الاولاني تجي تكلمني شافه ساعه نلقى كونكورونس تجي تزاحمني في قول لها راني قصيت سكرتي معناتها لافير او موا جوي ما تناقش الشافه تقول لي قص سكرت وخلص فلوسه ما عادش نجي نبدل الفاكونس ما عادش نبدل. اليوم برشا اولياء من التوانسه اللي عايشين في المهجر للاسف ما علموش اولادهم انهم هذيك موعد قار هذيك لازم كل عام تروح لعائلتك مهما كانت الظروف. نحكي لك الكام تاعي انا عايش لبرا عندي ثلاثه صغار اولادي 6 سنين بنتي قرات عام بركه في ليكول غادي وروحت بيهم من 98 حتى 2015 روحوا اولادي خريج قراوا لغه الضاد هذيك اللي وقف عليها الدنيا الكل ساعه يردوني وخياني بوه عربي يومه عربي وعارف كل كلمه خرجت من العربي كلمه ما خرجتش بالعربي شو هذا؟ برشا احيان برشا احيان البون ماجوريتي حد يتكلم عربي وتمشي دورة العالم الكل وقعوا لي عمليات في زيريخ يعرفوا يتكلموا بسوري ويتكلموا فيها بالالماني كل واحد مفتخر باللغه نتاعه تلقى هم عربيه وبوه عربي وحرف ما يكلموش بالعربي عليه فهمت قلت لك عاد روحت بولادي من 98 حتى 2015 خذيت البكالوريا بنتي في تونس البكالوريا تاع تونس ومشيت لوين في سويسرا وعديت كونكور ودخلت تقرا في الفاكولتي نتاع سويسرا ومن الفاكولتي نتاع سويسرا جات واحده من امريكا عامله في الفاكولتي اتفاقيه وهزتها عديت عامين تقرا في امريكا على حساب الدوله السويسريه. ان شاء الله. دفعوا عليها تقريبا يجي 800 مليون لوجي نوري مشيت شفتها مرتي فهمت. وبلادنا معناها تكون بدرجه اولى مرت بالولد. بنتي العين نتاعها قرات في تونس مشيت عملت كونكور قبلوها اورال ويكريو فيزيك ومات. اي بنتي عملك دخلوا شفت تعليم شفت كلمه ما احنا نختموا بها التعليم في تونس مهما كانت الظروف باقي مازال تعليمنا عنده نيفو لازم الناس تقرا لازم تقرا واسمعوا اذا بنتي نكمل نقول لك باش خلتها مضمون الناس التونس الكل راهو 90% من القرايه في الدار و10 بريزونس في المكتب اللي هذا يجي التعليم بيه والمعلم بيه والاستاذ بيه يا خويا ليه شنو تقدم انا بيا نتلاعب ولادي في الدار نقريهم 90% يقراوا في الدار و10% يمشوا يقعد. انا عندي بنتي كنت تقرا في ليسي في تونس بنتي تحت تعجب الامريكا تلمو قويه بالفرنسي تصلح لي المعلم تجي تصبري تز الكتاب الديكسيونيرو وهما يقراوا بالفرنسي باش تقعد في اخر القسم مش معاهم جمله واحده يكرم يفضل.